البيمارستان النوري يقع في قلب مدينة دمشق، ويعد واحدا من ثلاثة بيمارستانات اشتهرت بها المدينة. بناه الملك العادل نور الدين الزنكي وخصصه كمشفى للمساكين والفقراء، ثم تحول ليصبح واحدا من أشهر المشافي ومدارس الطب والصيدلة في البلاد الإسلامية، وقد تعلم فيه كبار الأطباء مثل ابن سينا والزهراوي. تنبع أهمية البيمارستان النوري من أنه هو أول مشفى شهدت ولادته الشرق، يعتبر من أكبر المشافي في الشرق، وبقي على دوره حتى تقريبا نهاية القرن التاسع عشر. طبعا بيمارستان هي كلمة فارسية تتألف من قسمين، بيمار وستان، بيمار المريض أو المرضى، وستان تعني الدار. يعني الآن نحن بالبيمارستان النوري نسبة لنور الدين الزنكي هو دار المرضى أو دار علاج المرضى. يعد البيمارستان النوري من أهم المباني التاريخية في المدينة، وهو أحد ثلاثة بيمارستانات شيدت فيها. الأول بني قبله وكان يعرف باسم بيمارستان الدقاقي، ثم سمي بالعتيق بعد بناء بيمارستان نور الدين، والآخر بني في منطقة الصالحية ويعرف باسم البيمارستان القيمري. من أهم العلماء اللي تخرجوا من البيمارستان النوري هو العالم ابن النفيس. ابن النفيس طبعا الكل بيعرف انه هو اللي اكتشف الدورة الدموية الصغرى قبل العالم الإنجليزي هارفي بأربعة قرون. طبعا البيمارستان النوري الآن كان دائما يعتمد على العلاج بالطبيعة، لذلك تم اختيار هذا المكان بشكل متقن تماما، معرض إلى الهواء النقي. بنشوف شلون الأشجار منتشرة فيه من مختلف الثمار، وأيضا مكشوف الباحة السماوية، وفي عنا الإيوان المرتفع عن الأرض، أرض البيمارستان، ويوجد أيضا البحر اللي كانت تعطي دائما صوت المياه المريح للنفس، وأيضا تيارات المياه اللي بتغير مثل ما